وقفت أمام المرآة وعجبتك صورتك وأحسست أنك فوق غيرك جمالا وملاحة وبهاء وحسن طلعة فافعل ما أقول لك. الرجيع في أمعائك والبول في مثانتك والمخاط في أنفك والبزاق في فيك والوسخ في أذنيك والدم في عروقك والصديد تحت بشرتك والصنان تحت إبطيك تغسل الغائط بيدك كل يوم دفعة أو دفعتين بيدك ويتردد الأبعد على الخلاء كل يوم مرة أو مرتين ليخرج ما في بطنه مما لو رآه بعينه استقذره فضلا عن أن يمسه أو أن يشمه ثم إنه تغذى قبل ذلك بدم الحيض وخرج من مجرى الأقدار مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه إذا تأملت في هذا نزع الله من قلبك داء الكبر بالجمال. ولذلك لما مر بعض الملوك على الرجل الصالح قام الناس جميعا ولم يقم هو فقال ائتوني به فلما جيء به قال مجنون أنت يريد أن يعذره ولا يعاقبه قال مجنون أنت قال لا قال فأنت لا تعرفني قال بل أعرفك ولا أحد في هؤلاء يعرفك كما أعرفك قال فمن أنا قال أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين مرة من أمك ومرة من أبيك فلا أحد يعرفك كما أعرفك فمن غرته طلعته وحلاوة بشرته واتساع حدقته من غره جماله فعليه أن ينظر فيما في باطنه فإنه حينئذ ينكسر كبره بذلك الأمر. وما أحرى النساء أن ينظرن في هذا الأمر لينكسرن لله جل وعلا.